يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء ألعاب الأطفال التي ما حكم شراء ألعاب الأطفال التي على صور الحيوانات إذا كانت ممتهنة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز شراء الصور المجسمة للحيوانات، لا لعب أطفال ولا غيرها، ولا يربى الأطفال على الصور. إذا تريد تعطيهم ألعاب، فيها ألعاب ما هي بصور آدميين ولا صور حيوانات، صور سيارات، صور أشياء مصنوعات. أما صور ذوات الأرواح تتجنبها وابتعد عنها. نعم.